السلام عليكم. هاي الوحدة قراقشة، الأشغال اللي دارو بلدية ما كتراقبش هادشي، وتا مسؤول ما كاينش دابا. ها حنا بغينا نشوفو رئيس البلدية يجي تا هو في هداك الصباط ويدور ويشوف إلا عندو الجرأة يجي يتمشى في هاد الغيوس. هادا عجبو الحال، كيضحك لهم في الجلسات. هاي هذيك الضحكة ديالو خرجت عليه، شوف دي تشوفو كامل دابا المخير اللي عنده السيارة ديالو ما كيخرج. ها وراه الله ينعل اللي ما يحشم، خصهم الطرد. هذا كاش مراقبين، ها جمعية نائمة. واحد هوا فين طاح، قوت كامل. ولا ما غادي نزيدو بلايص اخرين. ايوا هذا كيدل على ضعف نتاع الجمعيه اللي كاينه في الساكنه، ولا تكتم على الوضع نتاع المسؤولين. المسؤول الا ما كانش واكل شي حاجه ولا عنده، المهم دخل هنا، وكان المسؤول كيدير العمل ديالو نيشان ما يوقعوش هاد الكوارث. دابا فهاد الشتا يجي شي مسؤول هنايا، ملي كتبنا شي دار كيجيو يجرو بحال الكلاب، ولكن ملي كيوقع بحال هكذا حتى واحد ما كيهاش. حنا ما نقولو، حنا دابا انا كنهضر هضره زايده. واه هاد الشيء هو اللي كيدل على كلشي، الصوره كدل على كلشي. هاي المهم الصوره كدل على كل شيء، بلا ما نزيدوا عاد في الهضره. بلا ما كي جاك الوضع هنايا لا هي رجع دابا الهدين نقطع ما كاينين يقول رجع نقطع مازال مازال هاد الشارع كامل غادي يتسد. دابا تجي البلديه تعاود الخدمه موراها. حنا شنو هي هذه؟ خصك لا شوف الحمد لله بلدية زيو ها الوضع ديالها باين، هذا كيدل على مسؤولين اللي تما، حيت سمعنا باللي هو كيمدح هذوك المسؤولين، هذوك اللي هذ صاحب الشركة كيمدحهم في الجلسات ديالو، كيمدحهم ها هو المعاملة ديالو اللي رجعوها. والسلام عليكم.